وقلنا إن الرسالة دي كتبت مع 3 رسائل تانيين من السجن، كتبهم بولس الرسول سنة 62 ميلادية تقريبا في السجن الأول في روما، لأن المرة التانية اللي فيها نال إكليل الشهادة. فالمرة الأولانية دي اللي عرف إن هو هيخرج زي ما درسنا في فليبي وقال لهم إني أعلم إني آتي إليكم، وعرف إن هو هيخرج وهيروح لأهل فليبي. في الجزء الأولاني كان بيتكلم وبيشرح قد إيه المسيح مش مجرد وسيط عادي، ولكن ده إله كامل يحل فيه كل ملء اللاهوت، وعشان كده كان بيحارب البنعة الغنوصية اللي جات على كنيسة كولوسي. لما عرف من ابو فراس اللي هو اللي قرص الكنيسه، ابتدى يكتب لهم الرساله دي ويعرفهم ايه هو سر المسيح، لان المسيح هو راس الكنيسه. اخذنا لحد ايه 24 هنبتدي بيها، هنكمل من اول ايه 23. بيقول ان ثبتتم على الايمان متاسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الانجيل الذي سمعتموه المكروز به في الخليقه كلها التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له. ابتدى بيقول ان انتوا لازم تكونوا ثابتين في الايمان، متاسسين وراسخين وغير منتقلين عن الايمان اللي اخدتوه، لان في ناس بسبب عدم ثباتها على الايمان خسرت الاعمال اللي عملتها وبعدت عن الايمان بالمسيح، وفي ناس بعد ما ابتدت بالروح كملت بالجسد، وفي ناس بعد ما قربت من المسيح انكرت، وفي ناس بعد ما قربت من المسيح سلمته. وعشان كده لازم يكون الانسان ثابت في الايمان وراسخ وغير منتقل، كمان متاسس يكون اساسه زي الصخره، لان الصخره هي الايه؟ المسيح. المسيح نفسه حجر زي هو اساس لكل انسان. بيقول الذي الان افرح في الامي لاجلكم، بداية من أول آية 24، الآن أفرح في آلامي. طبعا التعبير ده مش أي حد يقدر يقوله، يعني إزاي واحد يكون فرحان وهو متألم؟ إحنا عادة الواحد أما بيجيله أي نوع من الألم ممكن يشتكي يقول له ليه يا رب؟ إشمعنى أنا يا رب؟ خفف عني الألم يا رب. ولكن بولس الرسول عشان عينه مفتوحة وشايف ان الالم ده كله هيتحول لايه في السماء؟ لمجد، وقال كده ان كنا نتالم معه سنتمجد ايضا معه. فبالتالي بيفرح بكل الم يجيله عشان هيتحول في الاخر لايه؟ لمجد. مش اي انسان يقدر يعتبر ان الالم فرح، لان اللي يعتبر الالم فرح لازم تبقى عينه مفتوحه ناحيه السماء، اللي هو واحد بصيته ناحية السماء واحد. لكن لو واحد باصص للأرض أول ما يتألم في أي حاجة، سواء في معاملة مع الناس، سواء في أي مشكلة، أي مرض، أي احتياج، أي تعب، أي اضطهاد، تبص تلاقيه مش طايق نفسه. ولكن الإنسان اللي عينه مفتوحة على السماء، اللي عارف إن كل ألم على الأرض هيتحول لمجد في السماء، ده ساعة ما يجيله الألم يعمل إيه؟ يفرح. هقول لكم على حاجة حصلت مع الرسل بعد قيامة المسيح. ابتدى الرسل يعلموا ان المسيح قام ومسكوهم رؤساء الكهنة وحبسوهم، وبعدين ضربوهم بالعصي ضربة جامدة جدا، وقال هناديهم ونفسهم ان هم ما يغزوش تاني باسم المسيح. بس الرسل بعد ما اتضربوا يقول لك فرجع الرسل ايه؟ فرحين. الله، هو في حد يفرح ان هو اتضرب؟ ده يفرح لو هو انتصر، لو هو اذى، لكن يفرح ان هو اتاذى؟ وهنا بيقول لك يفرح في الامه، لان ده بقى اصبح ليهم اول ركود في المجد. قال طوباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل شيء كلمه كاذبه من اجل كاذبين ايه؟ افرحوا. وعشان كده بيقول افرح في ايه؟ في الامي. يبقى الانسان اللي عينه مفتوحه وعارف ان الالم هيتحول لمجد ده ممكن يفرح. كمان الانسان اللي عارف ان كلمة ربنا صادقة، يعني واحد قلبه مليان بالايمان وعارف ان كل الم فعلا
هيتحول لمجد. ده يحس ان هو بيستثمر الجسد ده، انا هخلعه بعد شويه وهيبقى في التراب، حتى لو اتألم شويه من اجل ربنا هكون فرحان، لكن لو انا كل استثماري في الجسم هبقى زعلان ان هو ايه بيتألم. يبقى اما واحد يكون حاسس ان استثماره الحقيقي في الروح هيفرح في الالم اللي يصيب الايه الجسم. وعشان كده احنا في الكنيسه اول ما يجي الصوم نفرح. ليه؟ عشان نفرح في ايه بعض الالام اللي بتصيبنا نتيجه ان احنا ممكن ننقطع شويه على الاكل، ممكن ما ننامش كفايه، ممكن ان احنا نحتمل بعض. كل الم يجي للانسان، كل الم يجي للانسان المفروض يتحول في قلب الانسان اللي عنده ايمان بكلمه ربنا الى فرح. كمان اللي ممكن يتحول ألمه إلى فرح هو الإنسان اللي بيحب الآخرين أكتر من اللي بيحب نفسه. لأن هنا تلاحظوا بيقول أفرح في ألامي ليه؟ لأجلكم. هو عشان بيحب أي بتوع كولوسي، وهو دلوقتي مسجون في السجن من أجل الكرازة، فهو بيفرح وهو متألم عشان بسبب إيه؟ الكرازة، عشان يقدر يكرز أكتر. فهو النهارده محبوس فيفرح في الالم ده، لان ده هو اتحبس عشان كان بيسرق، اتحبس عشان كان بيعمل فتنه، لا عشان كان بيبشر. فهو يفرح في الامه بس لاجل ايه؟ للناس، عشان اما الناس تقول ده بولس اتسجن من اجل البشاره اللي بيبشر بيه المسيح يزداد الايه؟ الايمان اكتر. وهنا اما بيكون واحد بيحب الاخرين اكتر من بيحب نفسه، حتى لو تعب عشان يريحهم يحس ان ايه؟ ان هو ايه؟ فرحان ولا زعلان؟ يبقى فرحان. ممكن يبقى تعبان ومتألم ان هو بيتعب عشان يخدم الاخرين، ولكن قلبه يكون ايه؟ فرحان، لان كأس ماء بارد لا يضيع ايه؟ اجره. يبقى ثلاث شخصيات ممكن يفرحوا في الالم: الانسان اللي بيحب الاخرين اكتر من نفسه، الانسان اللي واثق من كلمة ربنا وعنده ايمان كامل بيها، الانسان اللي مفتوح عينه عن السماء واللي عارف ان كل الم على الارض هيتحول لمجد فين؟ في السماء. الذي الان افرح في الامي لاجلكم واكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لاجل جسده الذي هو الكنيسة. عشان ما نفهمش الآية دي غلط، هو آلام المسيح على الصليب كانت كاملة ولا ناقصة؟ والمسيح نفسه قال في الآخر قد أكمل قبل ما يصرخ ويسلم الروح، وقال يقول يا أبتاه يديك أستخدم. طيب أمال إيه نقائص شرائد المسيح؟ المسيح حط لنا وإحنا على الطريق في الأرض، قال لنا في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق. وقال لنا ضيق هو الباب وقرب الطريق المؤدي للايه؟ الحياه الابديه. فعشان كده الطريق الضيق والمتعب ده المؤلم ده اكن الواحد يكمل نقائص شدائد المسيح في جسده، والجسد ده هو عباره عن ايه؟ مجموعه المؤمنين. مش المؤمنين دول بيتألموا بسبب الاضطهادات، وفي ناس منهم بتستشهد، بيتألموا بسبب النسك والتعب والجهاد. كل الألم اللي احنا بنتحمله ده يعتبر تكملة لألم المسيح عشان خلصنا، احنا كمان بنتألم عشان خلاص ايه؟ نفسنا. يعني ممكن واحد يكون ماشي حياته ساعات باستهتار كده، وبعدين ما تألمش في حياته كفايه، ما يدورش على باب ضيق يدخل منه للملكوت، فممكن يجي ربنا ساعه ما يكبر شويه يديله بعض الالم او يديله مرض صعب شويه عشان ايه؟ يضيق له الباب شويه فايه؟ يدخل فين؟ الملكوت، ويكمل نقائص شدائد المسيح في جسده. وهنا الانسان بيقول لك كده من تألم كف عن الايه؟ الخطيه. يعني ممكن الانسان يكون خاطي جدا، ولكن ممكن اول ما يجيله الم تبص تلاقي الالم يخليه مش قادر يفكر في الشر اللي كان ايه؟ بيفكر فيه. ليه؟ هيقول احنا في ايه ولا في ايه؟ بس يمكن ربنا ينظر لينا ويرحمنا، وهتبص تلاقي ابتدى يسيب الخطيه بسبب الالم اللي هو فيه. واكمل نقائص شدائد المسيح. هنا زي ما قلت لكم كده ان بولس كان مسجون بسبب كراسته،
وعشان كده عشان يكمل الكرازة لكل الناس تحمل بعض الالام، واكن بيكمل الام مين؟ المسيح، اكنها امتداد لالام المسيح. بس المسيح الراس واحنا ايه؟ الجسد. فعشان كده بيقول شدائد المسيح في جسدي لاجل جسده الذي هو الكنيسه التي صرت انا خادما لها. احنا قلنا بولس كان بيقول الاول من قيمه ايتين، بيقول انا بولس خادما له، وكان يقصد على ايه؟ على الانجيل، الانجيل المكروز الذي سمعتم مكروز به في الخليقه كلها التي تحت السماء الذي صرت انا بولس خادما له. ودلوقتي بيقول الكنيسه التي صرت خادما لها. الانسان الروحي دايما يحس ان هو خادم في الحاجتين دول. الحاجه الاولانيه ان هو بيخدم الانجيل. وقلنا يعني ايه يخدم الانجيل؟ يعني ياخد الايات بتاعه الانجيل يعيش بيها، وهو ماشي بيتكلم بيها، وهو قاعد بيفكر فيها بيدرس فيها، وكل ما بيعيش كلمات الانجيل بيكون خادم للايه؟ الانجيل. الخادم مش يعني يوعظ، ولكن تكون حياته نفسها عباره عن ايه؟ عايزها لكل الناس يشوفوا في المسيح مش يسمعوا عن المسيح منه. وعشان كده صار خادما للانجيل. طب وخادما للكنيسه؟ ما طول ما هو موجود في الكنيسه بيعمل ايه؟ بيعلم وبينذر وبيكلم الناس، وعشان كده صار خادما برضه لمين؟ للكنيسه. فهنا اهتمامه بان هو يكون خادم للانجيل خلاه كمان خادم لايه؟ للكنيسه. قالت انا خادما لها، لكن ده كان بمزاجه، قال لا، حسب تدبير الله المعطى لي لاجلكم لتتميم كلمه الله. يعني انا ربنا هو اللي دبر لي التدبير ده، يعني مشيئه ربنا ان انا اكون خادم للانجيل وخادم للكنيسه، والتدبير ده ربنا ادهوني عشان مين؟ عشان الناس اللي موجودين في الكنيسه اقدر اجمعهم كلهم عشان اتمم كلمه ربنا. وهدف الخادم الحقيقي ان هو يحط قدام عينه حاجه واحده، ان هو يتمم كلمه الله، يعني يشوف كلمه ربنا بتقول ايه ويحاول ان هو يعملها، يشوف كلمه ربنا بتحسه على ايه ويحاول ان هو ينفذه، يشوف كلمه ربنا بتلفت نظر الايه ويحاول ان هو يتمسك بكلمه ربنا للنفس الاخير فيه. السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الاجيال لكنه الان قد اظهر للقديسين. احنا قلنا اللي فيكم درس معانا رساله افسس ان في كان سر مكتوم منذ الدهور. المسيح بعد ما اطرد ادم وحواء راح قال لهم كده نسل المراه يسحق، وخلى الموضوع عباره عن سر. ايه هو السر ده؟ ان المسيح هيجي في ملء الزمان ويتجسد من عذراء، وابتدى يبعت نبوات، وان هو هياخد شكل الانسان، ولكن يكون هو اله كامل في كل وقت وانسان كامل في كل وقت. طيب اما هو ده السر المكتوم، لكن اظهر الان لمين بقى؟ للقديسين، الناس اللي تعمدوا واخدوا الروح القدس وعرفوا المسيح بالحقيقه، وعرفوا ان هو الاله المتجسد، الله الذي ظهر في الجسد، سر التقوى. مش بنقول كده عظيم ان هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد. طيب هنا اما المسيح ظهر في الجسد ابتدت الناس تتعرف عليه وامنوا واعتمدوا بالروح القدس والماء، وعشان كده أصبحوا قديسين، وهو ده سر الله الذي أظهر لمين؟ للقديسين. يبقى السر ده كان مكتوب منذ الأجيال، ما كانش حد يعرف السر ده، ولكن أظهر الآن لمين؟ للقديسين. النهارده كل إنسان اعتمد باسم المسيح وأصبح قريب منه وقدر يعرف إن المسيح هو إله خلاصه، يقدر إن هو يظهر قدامه هذا السر المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال. الذين أراد الله أن يعرفهم ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم. كان زمان شعب إسرائيل فكر إن السر ده هيخصهم هم إيه؟ بس. ولكن ربنا بين غناه إن مش بس دعا شعب الله مختار، ولكن دعا كمان الإيه؟ دخل الامم وبين مجد الغنى بتاعه. عشان كده لما جه المسيح
ابتدت الملائكة تقول المجد لمين؟ لله في العالم وعلى الأرض السلام. قال الشعب إسرائيل المسرة؟ ما قال الناس كلها تكون في مسرة. ليه؟ غنى مجد هذا السر الذي أراد الله أن يعرفهم. ما هو غنى مجد هذا السر في الأمم؟ الذي هو المسيح فيكم رجاء المجد. وأصبح النهاردة كل إنسان بيعتمد باسم المسيح وبينال الروح القدس يكون له رجاء واحد بس، إن هو يكون مع المسيح فين؟ في المجد. يبقى هو أما تقوله لواحد مسيحي إيه رجائك؟ عايز إيه في الآخر؟ يقول لك مع المسيح ذاك أفضل جدا. ليه؟ هو ده المجد الحقيقي. يبقى كل المجد بيستناه الإنسان سواء من الأمم أو من اليهود إن هو المسيح الذي فيه رجاء المجد. خلي بالكم هنا بيقول الذي هو المسيح ايه فيكم، لان المسيح بيسكن فين؟ في قلبنا. عشان كده يقول يحل المسيح بالايمان فين؟ في قلوبكم. يبقى كل واحد بقى جوا المسيح، وعشان كده ده هو ده رجاء المجد اللي احنا بننتظره في السماء. الذي ننادي به، ده اللي هو مين؟ المسيح. الذي ننادي به منذرين كل انسان ومعلمين كل انسان بكل حكمه لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. عمل بولس الرسول مش بس اكتفى بان هو يكرز، ولكن حتى بعد ما كرز ابتدى يعلم الناس وكمان ينذرهم، لدرجة ان هو في اعمال 17 يقول لهم كده لي 3 سنين لم افطر ان انذر فيكم كل واحد بدموع، كان ينذرهم بدموع. لان بعد ما الواحد يتعلم، يعني واحد ما كانش يعرف حاجة يتعلمها، واحد ما كانش يعرف وصية ربنا ويعرفها، بس بعد ما عرفها في واحد عمل بيها وسلك فيها، واحد ايه بعد عنها او كسر الوصية دي. فما واحد يجي يكسر الوصية بدل ما هو يبقى معلم ليه يعمل ايه؟ ينذره. وعشان كده التعليم والانذار هتبص تلاقيه في كل تعليم ربنا يسوع المسيح. ساعات كتيرة كان يعلم ويفهم، ولكن ساعات ايضا كان ايه؟ كان ينذر. زي ما بيقول لهم كده ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون، لانه واسع الباب ورحب الطريق المؤدي الى الهلاك. يبقى بينذر ان في باب هيكون واسع بس في الاخر هيودي فين؟ للهلاك. لكن الباب الضيق اللي الانسان بيتعب فيه ويجاهد فيه، اللي بيغرس على نفسه فيه، ده هيودي ايه؟ الى الحياه الابديه. يبقى هنا التعليم اللي هو يدي تعليم المسيح عن المحبه والوداعه والفضائل. طب ولو انسان استهتر بكده؟ لو انسان عاش في الخطايا يبقى يحولها الى ايه؟ انذار. عشان كده التعليم والانذار لازم يكونوا ايه؟ بحكمه. يعني لو واحد مثلا جه ضميره بيبكيته وتعبان ومتضايق لاجل خطيه، وبعدين ابونا قال له ازاي تعمل خطيه زي كده، وقعد ينذره انت مش عارف ان كل كلمه بطاله سوف تعطون عنها في الدقيق في الحساب في يوم الدين، هيخرج من عنده عامل ايه؟ تعبان جدا. فيجي يقول له لا انت ليك توبه وخلي بالك والمره الجايه ما تعملش كده، يبقى ده ايه؟ بيفهمه بالتعليم. لكن يجي واحد مستهتر ابونا يقول له تعالى خش الكنيسه مش عايز، طب سيب الطريق الوحش اللي انت ماشي فيه مش قادر، يقول له لا خلي بالك بقى اخره الطريق ده مش حلوه، اخره الطريق ده مش هتشوف النور، مش هتشوف السماء، مش هيكون لك مكان في الابديه. يبقى لازم الحكمه في الايه؟ في المعامله. وعشان كده بيقول بكل حكمه. يبقى الانسان اللي بيعلم او بينذر لازم يكون بكل حكمه، والهدف في الاخر ايه؟ ان لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. طبعا الكمال ده لله وحده، ولكن الوصيه بتقول كونوا كاملين كما ان. طيب عشان كده محدش هينفع يكون كامل الا في المسيح يسوع.
يبقى احنا مش بس هدفنا ان اللي بره الكنيسه يدخل او اللي جوه الكنيسه يثبت، ده احنا عندنا لسه طريق للكمال المفروض ان احنا كلنا نجري ونكون ايه ماشيين فيه. وعشان كده الكنيسه دايما بتعلم في العظات وفي الزيارات وفي كلام تعلم، وكمان لما تلاقي انسان مستهتر تعمل ايه؟ تنذره لئلا يهلك. الامر الذي لاجله اتعب ايضا مجاهدا بحسب عمله الذي يعمل فيه بقوه. يبقى انا كبولس الرسول بيعمل ايه؟ بتعب وبجاهد عشان يكون في تعليم ويكون في حكمه ويكون كل انسان كامل قدام المسيح يسوع، ويكون كل انسان بعيد عن ربنا ينذر لئلا يهلك هذا الانسان. عشان كده في حزقيال يقول على اللي الاب الكاهن او يقول له في المسؤوليه، يقول لو شفت انسان بيخطئ ولم تنذره هيتحاسب على خطيته، لكن من يدك اطلب دمه. طب لكن لو انذرته هو يتحاسب على خطيته وانت مش هتطلب دمه منك. المعنى ده يعني ايه؟ يعني لازم حته الانذار. اصل ساعات في ناس بتقول ابونا جديد، ابونا مش المفروض ايه زي بعض الناس يقول كده كلمونا بالناعمات، يعني ايه الكلام يكون في طبطبه وكلام والكلام ده ساعات ما يوجدش غير ايه؟ غير جهنم. ليه؟ لان في ناس لما بيكون الكلام ضعيف بتبص تلاقي ايه؟ تستهتر وتبعد عن طريق ربنا. الامر الذي لاجله اتعب ايضا مجاهدا. طب يا بولس مش كفاك تعب وانت موجود في السجن؟ لا، يقول لك برضه بتعب وبجاهد في ايه؟ في الصلوات وفي الاصوام وفي السهر، ويطلب من ربنا باستمرار ان يؤازر كل واحد بروحه. يقول كده اطلب اليكم احني وركبتي قلبي لدى ابي ربنا يسوع المسيح لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن زي ما خدناها في أفسس بحسب عمله الذي يعمل فيا بقوة. يعني هل كل الكلام ده اللي أنا بعمله بقوتي أنا؟ لا، ده قوة ربنا بتعمل إيه فيا. فخلي بالكم إن هي فيها نعمة وفيها استجابة، يعني فيها عمل. هنا بيقول أنا بتعب مجاهد، وبعدين عمله يعمل فيا كمان ايه؟ بقوة. يعني انا كل ما بتعب وبجاهد عمل ربنا بيعمل معايا بايه؟ بقوة. لكن هل في انسان قاعد مستريح ومستكين وبعد كده ربنا يديله نعمة ويديله قوة؟ لا، هنا زي ما هو بيتعب وبيجاهد ربنا بيعمل فيه بايه؟ بقوة. الاصحاح التاني، فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ولأجل الذين في لاوديكية وجميع الذين لم يروا وجهي في الجسد، لكي تتعزى قلوبكم مقتننة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة سر الله الآب والمسيح. رزق ده يعني إيه؟ أول حاجة بيقول لهم أنا عايز أنتوا تعرفوا قد إيه أنا بجاهد، قد إيه الجهاد اللي أنا بعمله لأجلكم. ليه؟ قاعد طول ما هو في السجن يا رب اذكر شعب قلوسي، يا رب افتح عن ابعد عنهم الناس اللي بتبلبل افكارهم. وعشان كده حتى الناس اللي ما شافوهوش بالجسد مشغول بيهم وعمال ايه؟ يصلي عنهم. هو سمع من ابي فراس ان الكنيسه بتاعت قلوسي فيها شعب مؤمن، ولكن الغنوصية والأفكار الفلسفية ابتدت إنها تضايقهم. يسكت واحد زي بولس الرسول؟ لا، يسهر ويقعد يجاهد ويسهر ليل نهار ويعمل مطنيات ويعمل كده عشان إيه؟ عشان ربنا يتحنن ويرفع عنهم الحرب دي ويفتح عن عينيهم ويكشف عن عينيهم. عشان كده حتى وإن كان لم يروا وجهه بالجسد، لا هم ولا كنيسة لاوديكية قريبة من كلوسي، الكنيستين ما شافوهوش، ولكن هو كمان ايه؟ بيطلب عنهم وبيجاهد لاجلهم. طب بتجاهد عشان ايه يا بولس؟ يعني ايه اللي مسك فيه؟ بيقول عشان تتعزى قلوبهم. يعني تخيل واحد عمال يصلي الناس ما يعرفهاش، بس لمجرد يقول كده عشان قلوبهم تتعزى مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم. قلنا
قلنا ان في انواع كتيره من الغنى. في ناس قلنا ان هي اغنياء في الايمان، يعني مثلا زي سمعان الخراز ده كان غني في المال ولكن كان غني في الايه؟ ايمان، عنده ايمان ينقل الجبال. يبقى النهارده ممكن الواحد ما يكونش غني في المال بس يكون غني في ويكون عنده ممكن واحد يقول لك غني في اعمال صالحه، زي مثلا غزاله التي يقال لها كانت ايه؟ بتقول لك بتعمل اعمال ايه؟ صالحه، بتعمل اعمال صالحه كتير. فواحد يكون بيعمل اعمال صالحه كتير يبقى غني في الاعمال الصالحه. واحد يكون عنده ايمان قوي يبقى غني في الايه؟ في الايمان. غير الانسان اللي هو بيكون غني في المال، واحد يكون ايات الكتاب المقدس محفوظه في قلبه يبقى غني في كلمه ايه؟ الله. لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى. طب لما واحد تسكن فيه المحبه يبتدي يكون فيه يقين وفهم. اليقين الفهم يعني ايه؟ مش بس يكون فاهم فهم عادي ولكن يكون عنده يقين. اليقين ده مرادف للايمان. اما يكون واحد عنده ايمان قوي جدا قلنا الايمان والرجاء والايه؟ والمحبه. فلما واحد يكون قلبه مقترن بالمحبه مع الاخرين يمتلئ عقله من الفهم وتزداد حياته يقين، يزداد في معرفه بس مش معرفه عاديه، معرفه بيقين. لمعرفه سر الله الاب والمسيح. محدش هيقدر يوصل لمعرفه سر الله الاب والمسيح الا الانسان اللي عاش في المحبه، لان الله ايه؟ محبه. ومش هيقدر يفهم ازاي يتجسد الابن الوحيد الا اذا عرف ان هكذا احب الله العالم حتى ايه؟ بذل ابنه الوحيد. طب يبقى ده ايه؟ حب. يبقى انا ان كنتش عندي هذا الحب مش ممكن هفهم سر الله الاب والمين؟ والمسيح. ايه العلاقه اللي تخلي اما المسيح اما الله الاب يحبنا احنا ويبذل ابنه الوحيد عننا؟ يبقى ايه ده غير ان هو حب او قصه حب عجيب؟ هو ده الحب اللي بيخلي الانسان يعرف طريق ربنا واللي يخليه يعرف سر الله الاب والمسيح. يكمل عن المسيح يقول المزخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلم. احنا قلنا ان المسيح ده اقنوم الايه؟ ما هو اقنوم الايه؟ المسيح هو اقنوم ايه؟ الحكمه. اللوغوس حكمه الله او نطق الله العقل او العقل الله الناطق. يبقى هو اقنوم الحكمه بس حكمه شويه حكمه كده زي اللي كان عنده سليمان؟ لا، ده هو مد سليمان بعض من الحكمه ما كانش فيه على الارض ايه؟ في حكمه سليمان. يبقى هنا النهارده مسخر فيه يعني جواه كل كنوز الحكمة والعلم، كل كنوز الحكمة والعلم. لأن الله في حد قدر إن هو يعلم ربنا شيء أو أشار على ربنا يعمل إيه أو ما يعملش إيه؟ أو هل يستجد على الله معلومات؟ لا. عشان كده أنتوا عارفين يقول لك كده هذه هي الحياة الأبدية إيه؟ أن يعرفوك أنت والرب يسوع المسيح. يبقى الحياة الأبدية كلها نقعد إن إحنا نعرف من حجم العلم وكنوز المعرفة والحكمة اللي موجودة في هذا الأقنوم، أقنوم الإيه؟ وعشان كده بيقول إنما أقول هذا لأن يخدعكم أحد بكلام ملق. كلام التملق ده اللي هو كلام اللي شكله براق من بره لكن جواه سم مميت. يعني واحد يقعد يتكلم كلام حلو كده في الفلسفة ويقعد يملع عقلهم بس يحاول يبين لهم ان المسيح ده مش هو الله، او المسيح ده كاحد الانبياء او كاحد الحكماء اللي جمع في هذا الدهر، ولكن الحقيقة يقول ده مسخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم. بيقول لنا كده لئلا يخدعكم احد بكلام ملكم. فإني وإن كنت غائبا في الجسد لكني معكم في الروح. أما بيكون واحد بيحب ناس جدا يحس بيهم
وتبص تلاقي هو يقول ايه، انا مش موجود معاكم من الجسد لاني محبوس، لكن ايه مهتم بيكم وروحي مشغولة عليكم، وعشان كده دايما بيجاهد عشانهم، وعشان كده بيقول بيطلب ليهم ان تتعزى قلوبهم مقتنعة في المحبة لكل غنى يقين الفهم، وان هم يعرفوا سر الله الآب والمسيح. انا غايب عنكم في الجسد لكن معكم في الروح فرحا. الله، يعني انت عمال تقول افرح فين؟ في الامي، ودلوقتي جاي تقول لنا فرحا. ايه اللي يخليك فرحان؟ يقول لك ناظرا ترتيبكم ومتانة ايمانكم في المسيح. اما واحد يكون انسان روحاني ويسمع عن الناس ان هم عندهم ايمان قوي، قلبه ايه؟ يفرح. ليه؟ لان شاف ان هم ايمانهم متين. ايمان ايه؟ متين. طبعا احنا محتاجين ان احنا نحط تحت كلمة الايمان متين دي ايه خطين كده، ونراجع نفسنا، هل احنا ايماننا متين ولا احنا ممكن حدث يرفعنا وحدث يوقعنا؟ هل احنا ايماننا متين ولا مجرد دور برد شديد يخلي الواحد عمال يتذمر؟ هل احنا ايماننا متين ونفرح اما نشوف للناس متانة ايمان، ولا احنا مجرد ان احنا بنتفرج على الناس كده وما فيش عمق ولا اقتران محبة مع الناس؟ بيقول كده ناظرا ترتيبكم، خلي بالكم الترتيب معناه اللي هو ايه؟ النظام، حتى الطقس الكنيسة اللي هو ترتيب، ان هو في ترتيب للصلوات، في ترتيب ونظام محطوط. ومتانة ايمانكم، بس ايه متانة ايمانكم دي؟ ايه في المسيح. لان كتير يكون عندهم ايمان بس مش في المسيح، عندهم ايمان واعمالهم كتيرة، ولكن تبص تلاقي ده مش لاجل المسيح او في المسيح. ليه؟ لان هيجي ناس كتيرة في اخر الايام يقولوا يا رب ليس باسمك صنعت قوات، باسمك عملنا كذا، بس مش فيا. انت كنت بتعمل ده لحسابك انت، انت كنت بتخرج شياطين وفرحان ان بيصوروك، انت كنت بتعمل معجزات وفرحان ان هم بيمجدوك، وعشان كده مش كل انسان بيعمل معجزة احنا ايه بنجري وراه. احنا بنهتم ان يكون متانة الايمان والترتيب فين؟ في المسيح. نكمل المرة الجاية، وربنا يديكم كلنا يا مبارك. تفضلوا نصلي مع بعض.